واسمع هذه الهدية من شخص يحبك في الله ولا يرجو منك لا شكرا ولا جزاء ولا شكورة. اسمع هذه الهدية، حج في بلدك، مكة جات لك لغاية عندك. والله يا اخواننا لو تأملت لن تجد دين أجمل من هذا الدين ودين أسهل من هذا الدين. أنا بقول لك حج في بلدك، إن ما كانش ربنا سبحانه وتعالى أكرمك ومش هتقدر تحج بيت الله الحرام هذا العام، أنا عارف كويس قوي إنك مشتاق تزور بيت الله الحرام. أنا عارف إن في ناس كتير قوي من اللي حاضرين يعني مشتاقين لزيارة قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الدين بقى الجميل، الدين السهل، حج في بلدك. مطلوب منك بس انك تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، بس تتطهر في بيتك وتروح المسجد تصلي. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته الى صلاة مكتوبة، الى صلاة مكتوبة فأجره أجر الحاج المحرم، فأجره أجر الحاج المحرم. والمرأة إذا أرادت أن تنال هذا الثواب ولن تذهب إلى المسجد، تصلي في أول الوقت، تتوضأ وتصلي في بيتها في غرفتها في أول الوقت، فأجرها أجر الحاجة المحرمة إن شاء الله عز وجل.